جليل مساء الخير. في عناوين هذه النشرة: غارات إسرائيلية على منطقتين قرب دمشق. ارتكب العدو الإسرائيلي عدوانا آثما على سوريا عبر استهداف منطقتين آمنتين في ريف دمشق. أهل العسكريين من البزالي ثأرنا من السرايا. حتكون تراتنا مش بعرسيل، حتكون تراتنا عندكم بالسرايا الحكومة. وعائلة المخطوف مغيط يقطعون أوتوستراد القلمون. أولادنا أولاد دولة كانوا لابسين بدلة شرف تضحية وفاء، بس للأسف ما في دولة توقف معهم. حرق خيم للنازحين السوريين في مشحل عكارية. كما أننا نطالب بنقل هذا المخيم من الأحياء السكنية إلى أماكن أخرى تشكل لهم مساحة راحة لهم ولأهالي البلدة. المطالبة بالإعدام هل تطبق؟ تطلب من الدولة تتصرف كالإرهابيين. اعتقال 135 في قضايا إرهاب في السعودية. نحن بكل تأكيد أمام موجة إرهاب جديدة وأقذر من الأولى. وفي النشرة: أطفال المبرات يرتلون القرآن في كنيسة دور شوي. تفاصيل هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل.